آخر اليوم أكدت وزارة الصحة أن أي شخص محصن وخالط ولكن لم تظهر عليه أي أعراض لا يجب عليه إجراء فحص فيروس كورونا. بصراحة أشوفها واحد من أهم الأخبار، لأن هذا يؤكد أهمية وضرورة أخذ اللقاحات كلها لما فيها من فائدة وحماية بإذن الله. ممتاز. وكمان الجديد في الموضوع أنه أصبح الشخص المصاب وهو يعني محصن وأصاب بدل ما 10 أيام أصبحت 7 أيام يتهيألي، فهذا كمان شيء كويس يعني. خلاص تستمر الحياة، نلتزم بالإجراءات، نلتزم بالتوجيهات، والله يسلم الجميع بإذن الله يا رب. طبعا أنا أؤكد كمان زي ما ذكرنا في الخبر على أخذ الجرعات كاملة. أخذت الجرعة الثالثة؟ بأدور حجز لز. أنا الحمد لله أخذتها، وقاعدة على فكرة أتباهى على كل التيم هنا أني أنا أخذت الجرعة الثالثة، وأتمنظر عليهم وأتفتخر أني أنا من أوائل الناس اللي أخذت الجرعة الثالثة، وكانت والله بسيطة إن شاء الله، يعني الحمد لله ما كانت زي الجرعة الأولى ولا الجرعة الثانية. كل اللي تحسي فيه تنميلة في اليد يمكن تجلس معاكي 8 10 ساعات، انطولت وينتهى الموقف. أخذتها ورحت على المكتب واشتغلت ودومت، والأمور جدا طيبة، فتشجعوا وخذوها. خلصنا.